خلوني اخد معايا على التليفون الفنان الرائع النجم المتألق اللي خليني اقول له ده دور عمر يا شريف، شريف سلامة. اهلا بيك. اهلا وسهلا يا يوسف، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الدور ده قالب الدنيا يا شريف، قالب الدنيا بالمعنى الحرفي. وقالب الدنيا عليا انا شخصيا. ليه بس؟ انت مالكش ذنب، انت ممثل. أيوة. اجدت بامتياز دورك بامتياز حقيقي، مفيش اي الم كتب غير انه شريف متألق تألق مذهل مرعب مخيف. ربنا يخليك يا يوسف، ميرسي ميرسي جدا. شريف، انت كنت متوقع رد الفعل ده والحجم ده على الدور؟ والله انا كنت متوقع رد الفعل ده بالنسبه للمسلسل، لان في كل بوادر النجاح الحمد لله، يعني بدايه من نيلي كريم، ممثله حساسه وعظيمه وانسانه متعاونه وما يكفيش فيها كتب ان يتقال فيها حاجات ووصف جميل بجد، يعني فنانه حقيقيه ويعني ممثله رائعه وانسانه روعه، فالتعاون معاها كان اكتر من رائع. واستاذ مندو العدل مخرج يعني كبير جدا جدا جدا، وانا من المعجبين دائما باعماله، بحبه جدا وبحب اعماله، واعماله واقعيه بتقدم واقع وحساس ومتفهم تماما لكل التفاصيل، فاحنا تحت ايد ليدر متمكن من كل ادواته. فدي كانت زائد استاذ ابراهيم عيسى طبعا الكاتب الكبير، كاتب موضوع حساس قوي. فكل دي بوادر نجاح، بجانب العدل جروب من الشركات اللي بتعرف ازاي تنجح وتقدم موضوعات هادفه وكل حاجه. صح. كل العناصر بصراحه بدايه، انما شخصيه سيف الدندراوي انا كنت متخوف جدا 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 من، لا ما كنتش متخوف من تقديمها خالص، بالعكس، ان انا مش بميل للشخصيات الحقيقيه الواقعيه، مش بميل للشخصيات البطوليه اللي انا بعتبرها الى حد ما وهميه، اللي هي يعني اللي بينفخ في نفخه بيموت 100 و1000 والحاجات دي، ما بحبش كده، بحب الشخصيه تبقى موجوده في الواقع وفي الحياه. فطبعا شرف كبير اختياري من مندو، وحط ثقته فيا وقال لي انا واثق فيك، فكان تحدي بالنسبه لي وكان حماس كبير اني اكون عند حسن ظن واقدم الشخصيه كما يجب ان تكون، اتمنى اكون حققت ده. بص انا متفق معاك انه ابراهيم عيسى عامل قصه اكتر من رائعه، ومندو كما جرت العاده مايسترو ذكي مستنير قارئ واعي مخرج متمكن. بس انا هرجع مره تانية لشريف سلامة. الخلطه دي يا شريف، الخلطه بتاعه الولد اللي هو عمليا او مفترض انه شخص متدين وملتزم جدا ناحيه دينه، بس هو في نفس الوقت دلوعه والدته، وفي نفس الوقت هو فلتان، يعني تركيبه شديده التعقيد. ودي طبعا مش بس سيناريو ومش بس قصة ومش بس مخرج، دي عايزة ممثل مفتري. ربنا يخليك. هو والله هي الفكرة يا يوسف، انه عشان احقق كممثل المصداقية وان الناس تصدق، لازم اروح في معطيات كتير قوي للشخصية، لازم افكر فيها من كل الجوانب، لازم اعيش حياتها داخليا في فكري طول الوقت عشان اقدر اوصل لحقيقه سيف الدندراوي، اقدر اشوف هو وهو طفل كان بيفكر ازاي، كان بيلعب ازاي، شاف الدلع ازاي، وفي نفس الوقت كان لازم احط صوره كل الشخوص اللي بيفكروا بالطرق دي، فالصعوبه انها تبقى في شخص واحد عشان الناس كلها تحس انه ده موجود، ده موجود، ده احنا شفنا شبهه، ده شفنا شبهه، وده شفنا شبهه. فده هنا بتبقى الصعوبه، بتاخد يعني مني مجهود نفسي وعقلي شديد، اني طول الوقت بفكر فيه وبفكر في بيسمع ايه وبيفكر ازاي وايه تركيبته. فهنا الصعوبه انه يمس كل الناس.
والله خليني أشكرك جدا على المكالمة ده نمرة واحد. نمرة اتنين أشكرك على كونك ممثل مفتري، وفي الحالات اللي زي كده احنا بنبقى سعدين بالنوع ده من الافتراء الفني. فحقيقي أسعدتنا وحقيقي أثريت الشاشة بجد يا شريف، ألف شكر ليك وربنا يوفقك في كل اللي جاي بإذن الله. بإذن الله حقيقي فعلا. بص المسلسل ده لازم شوف أي حد في الدنيا خاضع دايما للاتفاق والاختلاف، اتفق واختلف مع إبراهيم عيسى، بس يجب أنك تشكره جدا على المسلسل جدا، دي ما فيش فيها خلاف. يجب أنك تشكر جدا مندو العادلة على أدائه الذكي والمستنير كرئيس لهذا العمل. لازم تشكر جدا أستاذ جمال العدل كمنتج لإيمانه بالفكرة بحد ذاتها. لازم تشكر جدا الشركة المتحدة لتعاونها مع العدل جروب علشان يطلعوا لنا مسلسل زي ده. لازم تشكر كل النجوم بتوع المسلسل لأنه كل واحد فيهم عمل دوره بأروع ما يمكن أن يكون الأداء علشان يقنعك ويحسسك بحجم المشكلة وفداحة الجرم الذي يرتكب بحق المرأة للأسف الشديد في مجتمعنا، أحيانا دون قصد وأحيانا بعمد وأحيانا لأنه القانون كده. عشان كده يمكن ناس كتير بتفكر في أنه أما آن الأوان لهذه القوانين أنه يتم تغييرها. أظن هنا يعني وارد جدا ان احنا نلاقي حاجات متعلقة بتدخل من الرئيس بشكل مباشر، وارد، وانا اعتقد ده وارد جدا انه يحصل، واعتقد انه كمان سوف تلقى كرة في ملعب مجلس النواب المصري مشكورا ان هم يعيدوا صياغة ويعيدوا بناء مواد لهذا القانون.